هل هذا آخر مقطع بالقناة؟ السلام عليكم، شكراكم وياكم مادي من قناة وقو. قبل كل شيء أتمنى ستشترك بالقناة وتحط أعلى لايك وتفعل جرس الإشعارات، يصدر زر اللايك فالجرس تدمره، فهم اشترك بالقناة وخلينا نوصل 25,000 مشترك. ها نسيت أقول لكم، طبعا اليوم راح نسوي هواي شغلات، منها بيت بص هاي منو ذولي بيخر وغر ورعان وغر لا راح يكلوني فلت 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 ورع. مثل ما تشوفون اليوم هاي الورعان الاثنين، هذا الورع علي جيمز والورع الثاني وخر ورع وخر ورع والورع الثاني زيرو جيمر. طبعا روابط قنوات وخر ورع تركت لكم، طبعا روابط قنواتهم بالوصف اتمنى تشتركون بيها، ما ادري وصلهم مليار ما قد. المهم بس لحظه خلي اغدرهم وخر ورع. ها مو تنسون تشتركون بقنواتهم وتكتبوا لهم من طرف حزروا منو البيتزا. المهم هسه اول شيء عندنا لازم نسوي ايش يسمونها هاي الملك نسيت المهم اسمها المزرعة. هسه أول شي لازم نسوي مزرعة، طبعا هواي من عندكم كنت بس لحظة خليني أجيب هاي مال الحراثة، وين هي؟ وين راحت؟ ها لقيتها. طبعا هواي من عندكم قالوا لي سوي مزرعة أوتوماتيكية مدري شنو، بصراحة صعبة وتعرفوني أنا محترف. بس لحظة أول شي هذا جاي يسوي، ها جاي يسوي هاي مال الحراثة، طبعا اليوم جايبهم ما يساعدوني بالمزرعة والبيت، يعني هواي شغلات عندنا. المهم هسه اول شيء لازم نحدد مكان المزرعه، طبعا المزرعه ما راح تكون كلش كبيره لان تعرفون راح تاخذ وقت، بس اذا تردوني اسوي مزرعه اوتوماتيكيه او ما ادري هات ثلاث طوابق ما ادري ايش قلت كتبوا لي بالوصف. بس لحظه تعال ورع، تعال 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 انت روح جيب بوكت مال ماي، يلا ورع. تخيلوا هسه تخيلوا هذا الورع قلت له روح جيب بوكت مال ماي، ماذا هسه راح اجيب؟ راح اجيب يمكن وين ادري نشوف شو اجيب. بس لحظه خلي اكمل اول مره المزرعه، ما ادري خلي هذا الورع يكملها. بس لحظه لحظه اول شيء ما ادري اعتقد صار حجم المزرعه كلش صغير. ما ادري بس صارت مربعه. ها نسيت، طبعا اول شيء لازم اخلي حفره بالنص. هسه هواي يقولوا لي ليش؟ المحترف راح يعرف ليش ولو هي شغله بسيطه. بس المهم اللي يعرف يكتب بالتعليقات. بس لحظه خليني اكسر التورتش واكملها، بس ما ادري اعتقد صارت مو كامله. بس لحظه اشوف هنا اكو ماي لو لا، بس شنو هذا كيف؟ يعني اذا ماكو بس لحظه خليني اجيب ايرون، هلا هلا بالايرون. بس لحظة خلي اكسر هذا الايرون، انا حاليا ببالي فكرة او مشروع بس بصراحة ما ادري احسه ما راح تنجح. اسوي اسمه الموب تراب، ما ادري الموب تراب راح يجيب لي شو اسمه الوحوش، شو اللي بالوحوش؟ يجيب لي اسلحة وهواي ادوات. ما ادري اذا عجبتكم الفكرة كتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اسويها بالفيديو القادم. موب تراب بيتزا، شوفوا شوفوا الورع شو مسوي، ولك ورع شو مسوي اربع حفر، ولك واحدة بس واحدة واحدة مو هذا شو مسوي الورع مخرب المزرعة كلها. بس لحظة خليني أعدلها، طبعا مثل ما قلت لكم الورع ما يدبرها، قلت له جيب باكت مال ماي، شو مسوي الورع مخرب المزرعة كلها. ها ما دام كملنا المزرعة هسه ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة. المهم هسه أول شيء لازم أجيب البذور، هسه تقولوا لي ليش؟ طبعا أكو هنا أقدر أجمع بذور منها، بس أحس أجيب من البيت أو الحظيرة مال الحيوانات أضبط أو أحلى، شنو احلى؟ المهم هي حتى حظيرة الحيوانات راح اكسرها، لو تشوفون عندي لاك كلش كلش قوي بسبب مود الشادر والمودات اللي مركب، هو لو انا مركب بس مود واحد. ها نسيت اقول لكم طبعا ابو صابر لقيته، هسه تقولوا لي وين لقيته؟ الورعان اللي يلعبون وياي قالوا لي ابو صابر خليناه بمكان سري، قالوا لي اذا تريده يطلع ضغطوا لايك. لا صدق صدق. المهم اشتركوا بالقناة وضغطوا لايك، ومثل ما قلت لكم عندي لاك كلش قوي. هلا شوف ايش لقيت؟ خروف وردي. شنو هذا؟ معقول لقيت خروف وردي؟ بس لحظة لحظة، شنو فائدة؟ اكتبوا لي بالتعليقات قبل لا اقتله. بس لحظة لحظة، شوفوا اللاج ايش قد قوي. بس لحظة، تعال ورع، إذا ما اقتل هذا الخروف واخذ الصوف ما ارتاح. تعال ورع ورع. شنو فائدة الصوف الأصفر؟ ما أدري، الوردي؟ بصراحة ما أعرف. شوفوا الحيوانات اللي عندي بدأت تخلص، الخرفان خلصت، الخنازير خلصوا، حتى الدجاج خلص. بس لحظة خليني أخذ البذور أول مرة وأروح أزرع سيت متري. ما ادري اسمه شنو هذا ديرت. المهم هسه اول شيء لازم اروح ازرع بالمزرعه، طبعا نشوف المزرعه ينزرع بيها ما ينزرع. بس لحظه خليني اكل اول مره كلش جوعان. ها نسيت اقول لكم طبعا البيت القديم والنافور هاي اللي قاعد تشوفونهن، لا ما اقول لكم هسه خليها بنهايه المقطع راح تعرفون ايش راح نسوي بيهن. طبعا اعتقد كلكم راح تضوجون لان راح اسوي هاي الشغله، بس يلا خلينا نشوف شو يصير. تدرون ما ادري يمكن راح اوقف مود الشادر لانه بصراحه جاي يسوي لي لاج كلش قوي. شوفوا شوفوا اللاج، اللعبه قوه تشتغل. بس لحظه لازم ازرع لي فد وحده. بس لحظه يلا يا ورع.
مثل ما تشوفون رجعت لكم. طبعا مثل ما قلت لكم عندي لاك كلش قوي. طبعا وقفت مود الشادر والمودات اللي عندي كلها. ستقولوا لي ليش؟ لان تسوي لاك بالجهاز. ما ادري يمكن بس عندي لان جهازي مو قوي. وخر ورع. بس لحظه خلي اكمل المزرعه اول مره. بس هذا الورع مزعج. بس لحظة هسه أول شيء لازم أكمل المزرعة. بس هذا الورع لو يوخر من إيه زين وخر. هسه كملنا المزرعة بس لحظة ظلت كم مكان ما خليت بيه. طبعا نسيت أقول لكم شكل المزرعة بصراحة ما عاجبني. إذا تردون الصراحة ما عاجبني شكل المزرعة. هسه تقولوا لي إيش راح تسوي وليش سويته؟ سويته حتى أحصل من عندها على أكل بس لحد الآن ما ألاقي جزر. ها شوفوا هواي من عندكم ما يدرون اللحم بماينكرافت ينزرع. شوفوا تعال ورع لا تفشلني ازرع لحم. ازرع لحم ازرع ازرع. شوفوا حسبوا من هالخمسة راح ينزرع. واحد اثنين لايك 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 ازرع. شوفوا انزرع لا ما صارت وخر ورع فشل. شوفوا انزرع زرعنا لحم. اكو بحلقة قديمة زرعت بيتزا وهسه زرعت لحم ولو المهم. ها نسيت اقول لكم طبعا المزرعة راح اسويها اوتوماتيكية او ثلاث طوابق او ما ادري كتبوا لي بالتعليقات تردون اسويها. شوفوا انا عندي بيكاكس ما دام بصابر ما يرضى يجي لي او يكرهني ايش راح اسوي؟ تعرفون ايش راح اسوي؟ راح افلش بيته. وينك بصابر اليوم؟ بعد ما اريد بصابر بس لحظة خليه يجون المرعان. لا لا امزح امزح. طبعا راح افلش بيته بصابر وانقل الغرب بس اوقف هنا وانقل غرابة واسوي له بيت احلى من هذا بالمنطقة الجديدة. بس لحظة خليني اكسر الخشب اول مرة. هسه تقولوا لي بصابر وين؟ بصراحة ما اعرف. هذول اللي وياي المرعان يقولوا لي بصابر خبأناه او خليناه بمكان سري. لحد الان ما يرضون يطلعونه ويمكن اجيب غيره. عندي سدل ونيم تاج. بس لحظة هاي البيت ابو صابر الحلو. بس لحظة خليني اكسره اول مرة. ها ونسيت اشكركم مليون مرة شكرا لان هواي من عندكم كتبوا لي بالتعليقات تزوجوا ابو صابر او تكاثره بالجزر الذهبي او الجولدن ابل ما ادري ايش يسمونه. وفعلا جربتها عندي عالم كرييتيف ما ادري ابداع جربتها وفعلا صارت. بصراحة اول مرة اعرف هاي المعلومة وشكرا. هسه اول شيء خلينا نكسر البيت. طبعا مثل ما تشوفون احنا ثلاثتنا نسفنا البيت نسف ثواني يمكن اقل الدقيقة. لو ظل لوحدي يمكن لحد الان ما مكسر ربعه. هسه اول شيء كسرنا البيت وراح نسوي بيت ما ادري اذا تردون بهذا الفيديو وبهاي. بس لحظه خلي مزرعتي القديمه هلا مش داخلك شلونك؟ طبعا اذني ظلات مخذيه. المهم اذا تردون بهذا الفيديو اسوي بيت لابو صابر. بصراحه ما اعرف بس اعتقد الفيديو راح يصير كلش طويل. ها ونسيت اقول لكم انا ببالي فكره. طبعا مثل ما تشوفون هاي حظيره الحيوانات كلها راح نكسرها ونسوي احلى من عندها بالمنطقه الجديده. ستقولي لي وين المنطقه الجديده؟ يم قصر الاساطير هنا. شوف شوفوا راح اسوي خبافه. دخلوا دخلوا بس دخلوا دخلوا شويه شوف ايش راح اقول لكم. يلا خلي اسد الباب قولوا ماع. شوف لا 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 تضرب ورع. شوف ارجع 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 تطلي ارجع والله يعني خروف ارجع ورع. شوفوا شايفين لكم صدق خروف شايفين لكم خروف او ورع يسقط يسقط يعني يرفس. المهم هسه اول شيء لازم نكسر البيت كله كل شيء جاي تشوفونه راح نكسره. ها ونسيت اقول لكم طبعا بصراحه هاي الشغله كلش مهمه. بس لحظه اول شيء لازم نكسر النافوره. تعرفون بيت ابو صابر لازم يكون فد بيت حلو. بس لحظه خلي اخر الماي انا ببالي ثلاث تصاميم. اول بس لحظة طحت. اول تصميم يكون على شكل ابو صابر. بس لحظة خلينا نكسر النافورة. والتصميم الثاني يكون غرفة سرية تحت الارض. والتصميم الثالث يعني حظيرة عادية. شلون هذا البيت؟ ما ادري كتبوا لي بالتعليقات تردون اسوي مخبأ سري لابو صابر يعني بيت ابو صابر تحت الارض. لو اسوي تصميم او بيت على شكل ابو صابر لو بيت عادي هيك بس مربع. ما ادري كيفكم كتبوا بالتعليقات. المهم هسه اول شيء تشوفون هذا البيت. بس هاي الزومبي زعطوط قتلته ما ادري ايش يسمونها الزومبي الجديد. مثل ما تشوفون هذا البيت اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات ايش تردوني اسوي بيه. اكو كم شخص بس لحظه اكو كم شخص راح ينتحر هذا الشيء. وي اكو كم شخص كتب لي قال لي سوي البيت القديم مخزن. بصراحه اذا اسوي مخزن راح يفيدني بس ما ادري احس يصير مو حلو. هاي ظلت يمكم تردوني افجر البيت اكسره اخليه مخزن اسوي بيه فد مشروع. هذا تشوفون البيت قدامكم ما ادري كتبوا لي بالتعليقات. بس لحظة اول شيء لازم اسوي طريق للبيت يعني معقولة بيت بدون طريق؟ ها بس لحظة خلي اخر الورع. طبعا جت لي فكرة كلش كلش حلوة. تعرفون شنو؟
الفكرة هي هواي من عندكم كتبوا لي بالتعليقات فد مشاريع أو تصاميم حلوة، أنا إيش راح أسوي من اليوم؟ أخذ التصاميم مثل واحد يكتب لي بالتعليقات سو، بس لحظة أخر ورع يكتب لي يا أوجا سوي نافورة، تمام أنا جيت سويت نافورة، ما عفوا النافورة هيت لا، أجي أكتب اسم صاحب التعليق مثلا كتب لي أوجا الورع يقول لي يا أوجا سوي نافورة، أجي أبني النافورة وأكتب على النافورة اسم صاحب الفكرة، تمام حتى يعني شغلة حلوة. وكتبوا لي افكار او تصاميم تردون اسويها، وهسه اول شيء لازم اكتب تعليق احد المشتركين. ها ونسيت اقول لكم طبعا هاي الورود مؤقته، يعني بس يصير عندي دايموند او اشياء نادره او حلوه ان شاء الله اكتب اسماءكم عليها. طبعا بالفيديو القادم ان شاء الله يمكن راح اسوي رحله كهفيه ونشوف نلقى دايموند او لا. المهم هسه لازم نكتب تعليق احد المشتركين، طبعا مو احد المشتركين احدى المشتركات. المهم هسه اول شيء جهزنا الورده ونصعد نكتب الاسم، بس لحظه طبعا مثل ما تشوفون هاي اسم، بس لحظه مثل ما تشوفون هاي تعليقات المشتركين بالحلقات الفاتت، مثل ما قلت لكم نقلت التعليقات، انت قلت لكم راح انقلها ونقلتها. المهم هسه اول شيء لازم نكتب الاسم، تعرفون شنو بس لحظه خليني اكتبه وارجع لكم. مثل ما تشوفون هسه كتبت الاسم، بس لحظه وين اخليه، ما شاء الله هواي اماكن. المهم يعني تخيلوا هذا القصر كله راح يصير باسمكم، ولكم لا تعرفون ورعان هاي شنو. هذا الورع كاتب زيرو جيمر ولك ورع واخر، بس لحظه خليك اكسرها. طبعا هنا أنا فقط اسماء الاساطير. اول اسم عندنا اليوم هو ملاك كوين، مدري كوين، بس لحظه خليني اعدل هاي هذا طلع لكم التعليق. المهم شكرا على تعليقك الجميل، ويعني ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة، واذا تريد اسمك او تردين اسمك يدخل بقصر اساطير كل اللي عليكم لايك اشتراك وتنشرون بالمقطع ويعني وتكتبون تعليقات حلوة. ها نسيت اقول لكم تشوفون هذا الطابق راح اسوي البيت او القصر على ثلاث اشياء. اول طابق هذا اللي جاي تشوفون اسوي مال التعليقات اللي تنطيني افكار او مشاريع، وهذا الطابق الثاني اخليه بيه التعليقات الحلوة، بس لحظة خليني اصعد. الطابق الثالث راح اسوي بيه التعليقات يعني اللي تضحك او النكات او يعني هيك شيء. المهم وصلت لكم الفكرة، بس لحظة خليني اخذ هاي الوردة. طبعا رجعت صورت من جديد، بس شنو رجعت صورت مقطع من جديد وراح ادمجه بالمونتاج. ليش؟ لان هذا التعليق كلش حلو ويستاهل اضيفه بغرفة المشتركين. المهم هسه اول شيء لازم ارجع للبيت، وهسه كتبنا الاسم، هسه اول شيء لازم نعلق التعليق. طبعا مثل ما قلت لكم رجعت صورت هذا المقطع ودمجته بالمونتاج، يعني راح تشوفون شوية تغييرات بالفيديو. المهم التعليق هو من محمد عبد، تعليقك ما شاء الله كلش حلو وتستاهل يا ورع. هسه اول شيء لازم يجون الورعان، بس لحظه كل واحد عنده سرير، تمام هسه لازم ننام. طبعا صار الليل، بس لحظه انا نام هنا، الورع تويت نام، اكو ورع راح ينزل جوا، تنزل جوا ما اريد اكمنه، ما ادري يمكن راح انام بالطابق الثالث. المهم هسه تصبحون، لا ما صارت، تصبحون على بيتزا. طبعا اتمنى هسه تشتركون بالقناه وتضغطون لايك ويعني وتكتبون تعليق حلو. بس اول شيء خلي اخذ السرير، طبعا نسيت اقول لكم صباحكم، كل مره اقول بيتزا كافي، خلي اقول صباحكم عسل. ها نسيت اقول لكم هواي من عندكم اللي جاي يشاهدون المقطع او يشاهدون المقاطع ما يشتركون بالقناه او ما يضغطون لايك، ليش؟ اتمنى هسه تشترك بالقناه او تشتركين بالقناه وتضغطون لايك، بس لحظه خليها كل مره، وكتبوا تعليق حلو حتى ان شاء الله اضيف اسماءكم بغرفه المشتركين. ماكو غرفة، لا صار قصر المشتركين، الورعان كسروا الباب، يلا مشو مشو الورعان. شلون بلوى هاي؟ اريد انهي المقطع، شوف هذا الورع جاي يسوي، كسرها كسرها ولك ورع، بس خليه يوقفون اول مرة حتى انهي المقطع، هاي كل مرة هيك المصيبة. يلا تعالوا. وبنهاية المقطع لا تنسى تشترك بالقناة وتضغط احلى لايك وتفعل جرس الاشعارات، او انت تشتركين وتفعلين جرس الاشعارات، شوف هذا الورع. خبلوني ذول الورعان، يمكن اسوي بهم مقلب قوي، وبس مع السلامة. ولكم كافي كافي، بس عارف خلين، لا يا الورع قتلني، اريد بس اردن المقطع، خبروني ذول اذا ما انتقم منكم، وشوف شوف الورع.